اطلعنا على الضوء مسرحية مستوحاة من مشاهد عاشها أطفال سوريا خلال 3 سنوات من عمر الثورة. أطفال سوريون لاجئون في الأردن تحدوا إصاباتهم ليقدموا مسرحية اعتمدت تقنية خيال الظل والمسرح التفاعلي. المسرحية التي أشرف عليها الفنان السوري جلال الطويل هدفها إيصال صوت أطفال الحكاية السورية إلى شعوب العالم من دون كلام أو شرح عبر خيال ظل وصور وأغاني معينة. نحن عم نقدم رسالة لكل العالم، رسالة صامتة بدون ولا حرف لحتى نقول مأساة الطفل السوري من خلال 3 سنين بالثورة. هي هي واضحة من أولها، من بدايتها، من لحظة كتابة أطفال درعا على جدار الحرية كلمات الحرية لا لحظة الانتصار. شعار هذه المسرحية الظلام لا يبدد الظلام، وحده الضوء يفعل ذلك، وهي عبارة عن عدة لوحات. لوحة تتحدث عن اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية التي بدأت بكتابات لأطفال درعا على جدار مدرستهم، وها هو الحاكم الجائر جاء ليقتلع أظافر أطفالنا من جديد. أول شيء هذا العرض هو عرض طلعنا على الضوء، كان برعاية شركة ليونز، منظمة ليونز العالمية ومنظمة الذكاء الأمريكية، بالاشتراك بتنظيم فريق ملهم مع عثر الفراشة، وشارك فيها كمان مجموعتين من المجموعات الإغاثية بالأردن اللي هي فريق همة تطوعي وهذه حياتي. أما هذه اللوحة تظهر مرح أطفال سوريا كما هو حال أطفال العالم، ليأتي بعد ذلك الحاكم الجائر ليقتل بسمة الأطفال ويدمر ألعابهم وليمزق كرة بيد طفل أو آلة موسيقية. رغم محاولة الجلاد الظالم الدؤوب على تكميم الأفواه، إلا أن الأصوات المطالبة بالحرية تعلو وتزداد، لينتصر بذلك الأطفال في هذه اللوحة بحملهم ورود السلام. وهنا نرى مخيمات لجأ لها السوريون هربا من آلة الحرب العسكرية، لكن في هذه المسرحية تطير تلك المخيمات في الهواء الطلق ببالون الطفل ليرسم بسمة أحلام على وجوه الحاضرين. هالمرة هي كمان هو ساهم بهدول الأبطال، وساهم بأنه التدريبات كانت كلها بمركز البدر، البروفات كلها من شهر شوي كانت بالمركز. تاني شيء احنا ساهمنا مساهمة مالية بهذا العرض لهي المرة كدعم. لوحة ترسم رحلة لجوء، وترسم دموع طفلة تذرف على فقدان عزيز، وذعر مدينة تحلق فوقها طائرة حربية لتسقط براميل متفجرة على رؤوس سكانها فتنهيهم قتلى. لكن كما هي الأحلام تسقط الطائرة بإرادة أطفال أرادوا الحياة. العرض انتهى بكلمات اطلعنا على الضوء اطلعنا على الحرية، الرسالة التي أراد هؤلاء الأطفال إيصالها للعالم. الهيئة السورية للإعلام.